طبعا عندنا انواع كثيره بسمك الفرات، واللي العالم بهالايام وخاصه بفصل الشتاء يصير عليه اقبال من جميع المحرر. عندك انواع السمك الام حميد الفراتي، البور الفراتي، الكرب الفراتي، وافضل انواع السمك هو الكرسين والسلمون، بس ولكن بهالفتره هاي نادر او قليل جدا، يعتبر من أفضل أنواع السمك. وحالياً الموجود عندنا الكرب يعتبر من أفضل أنواع السمك، وبعده البوري. البوري غني عن التعريف، والأم حميدي. وبالفترة هاي بيخف عنا السمك بسبب البرد، وموسم تزاوج الأسماك أو تكاثرها يبدأ من نيسان، من الشهر الثالث والرابع بفصل الربيع بداية الصيف، حسب درجة الحرارة، حرارة المي. فدائما احنا الموسم السمك يكثر عندنا بفترة الصيف. وبالنسبة للسمك العالم يصير عليه اقبال عن طريق مثلا كل زبون ايش بده نوع سمك، علينا نحن ننصحه بالسمك. فعندك الشوي احسن شيء سمك الام حميدي، وللغلي البوري، وللصينية والفرن عندك سمك الكرب. وبالنسبة لأسعار السمك بتعود حسب الجو وحسب الوفرة. فهالأيام هاي السمك عنا خفيف، وأسعار السمك هلا أرخص شيء عنا الأم حميدي ب6000 عم ناخذها من الصياد، عم بنبيعها ب7 7.5، والبوري عم ناخذه ب8.5 9، عم بنبيعه ب10. وعندك الكرب هلا ب12000، عم نحكي طبعا على العمله على السوري، عندنا بجرابلس العمله على السوري. بالنسبه للكرب ب12000، والام حميدي ب6، بيتراوح حسب الخشن ولا الناعم ولا الوسط. وعندك هون هاي وجبه شوي، هاي السمك الام حميدي، اتفرج بيزبط احسن شيء سمك الام حميدي للشوي. اتفرج، هذا سمك الأم حميدي للشوي.